نرحب بالمهندس هاني بريده، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي واحد العلامات البارزه للكره المصريه والسفير القوي لمصر على المستوى الدولي وعلى المستوى القاري. اهلا بحضرتك في ضيافه اخبار اليوم. اهلا وسهلا، اهلا بكم. احنا كنا بس عايزين نعرف مضمون اللقاء اللي جرى مع حضرتك مع الاستاذ ياسر رزق. استاذ ياسر رزق الحقيقه قيمه كبيره، و يعني عايز اقول انه خط القناه تبعنا يعني بورسعيد والاسماعيليه، والحقيقه كان ليه دور ايجابي خلال الفتره اللي فاتت. اولا كنت بهنيه على ادارته المؤسسه العريقه في استخبار اليوم اللي تربطني يمكن بقيادتها من فتره طويله، صداقه كبيره جدا، وفي صداقه تربطني بالاستاذ ياسر. جيت ابارك له وبهنيه على الدور الايجابي اللي بيلعبه دلوقتي خلال المرحله الجايه في تنميه دور اخبار اليوم، سواء على المستوى السياسي اللي طول عمرها اخبار اليوم سباقه في الحركة السياسية في مصر، إنما أنا جاي دور الحركة الرياضية ودورها خلال المرحلة الجاية. أخبار اليوم طول عمرها بترعى بطولات كثيرة جدا جدا، بأتمنى يبقى لها دور إيجابي في كرة القدم، لأن كرة القدم زي ما كنا عارفين هي المزاج الرئيسي للشعب المصري. في وجود شخصية جميلة زي الأستاذ ياسر، أعتقد إن يبقى في دوره بنفكر خلال المرحلة الجاية عايزين نعمل بطولات عالمية مع مصر بالتعاون مع أخبار اليوم. فكان هناك بعض الاستشارات بنتكلم فيها وبنشوف الأفكار اللي جاية، بنخطط لغاية 2016 ممكن نعمل حدث كبير إن شاء الله. طيب، كان أنا كنت موجود مع حضرتك، كنت بتتكلم على الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، يمكن بقالنا فترة طويلة جدا، فحضرتك كنت بتقول إن مصر هتستضيف الحدث الكبير ده هنا في القاهرة على طريقة 2006، ممكن على سفح الأهرامات. عايزين نعرف التفاصيل بتاعته. هو إحنا بقالنا مدة، إحنا آخر استضافة الجمعية العمومية كانت على هامش كأس الأفريقي 2006، وبعد كده كانت كلها الجمعيات العمومية في مناطق اخرى. النهارده في لقاء مع سعيد عيسى حياته تم الاتفاق على انه مصر ستستضيف الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي في شهر 4 قادم 2015، وان شاء الله يبقى ده مهم جدا، لانه يعني جنوب مصر قاره افريقيه، 54 دوله موجوده في هذا الحدث الكبير، كل الدول الافريقيه موجوده. استضافه البطوله والحفل الرئيسي على سفح الهرم اعتقد ده كل مردود ايجابي للحركه السياحية والحركة، ان الناس تحس انه مصر رجعت باذن الله تقف تاني على رجلها، وده كان حاسس انه ده مهم. وكنا بنتناقش في الدور اللي جاي المؤسسة ان شاء الله هنعمل فيها ايه. يعني حضرتك كنت احد المسؤولين البارزين في مونديال كاس العالم 2014 في البرازيل، ويمكن جرى اكتر من لقاء لحضرتك مع قيادات دولية على الصعيد السياسي. عايزين نعرف برضو حضرتك ازاي قدرت تنقل الوضع اللي موجود هنا في مصر، والحوار اللي دار بينك مثلا على سبيل المثال مع رئيس البرازيل ومع بوتين رئيس روسيا. الحقيقه الرسائل اللي كانوا موجودين دايما اللي بيعرفوا فلان الفلاني المصري موجود، وبنزيم كلنا متواجدين بيسالوا على مصر، الاحوال في مصر ايه، بنطمنهم على مصر ونقول لهم ان مصر القياده الجديده قياده عندها اراده شعبيه حواليها كبيره جدا، الشعب المصري ملتف حوالين هذه القياده. بنقول لهم انه يمكن بعض الدول تعرف ثقافه الشعب المصري، الدول الاخرى لا تعرف ثقافه الشعب المصري، انما الدول الصديقه زي منهم زي الاتحاد السوفيتي او روسيا يعلموا جيدا الموقف المصري، وكان هو من اول الدول اللي وقفوا ساندوا حركه 30/6. والحقيقه طبعا لما بنتكلم الناس بتقتنعه، وبنحاول نعمل حتى دور ولو دور بسيط لاظهار الوضع الطبيعي اللي موجود في مصر حاليا. راي حضرتك ايه على الصعيد الكروي، وامتى مصر هترجع على الصعيد الكروي لمرحله الازدهار والتالق، خاصه وان شهدت برضو في فترات ولايه لحضرتك لاتحاد الكوره العديد من الانجازات. وطبعا الناس كلها عارفه مين المهندس هاني بريده و2006 والفكر اللي اعاد الجمهور للمدرجات. احنا دلوقتي الوضع متغير خالص والجمهور ما بيحضرش المباريات، انت شايف الرؤيه المفروض تبقى ايه بصفتك حاجه على الصعيد الدولي جامده جدا؟ هو يعني دور الاعلام دور مهم جدا، يعني دور الاعلام مهم جدا، انه الدوله طبعا ليها اولويات، والاولويات حاليا هي اولويات الامن على المستوى العام للدوله. اعتقد انه المرحله الجايه طبعا بتمنى انه يبقى في دخول تدريجي للجماهير، والجماهير نفسها احنا بنحملها مسؤوليه النظام،
واعتقد انه التجارب اللي عملناها قبل كده ب 2006 او 2009 اظهرت انه الشعب المصري بتدي له يعني الثقه في دوره، يبقى هو ليه دور مهم في الامن. وده نحاول نبث هذا الكلام عن طريق الاعلام سواء المرئي او المسموع او المكتوب. وده يمكن الخطه اللي عملناها في 2006 الناس كلها كانت موجوده وكان فيها التزام كامل. الموضوع هيجي بالتدريج يعني ما تستعجلوش، زي ما قلت الاولويات الوقت ان احنا نحقق الامن على في الشارع المصري، انما المرحله الجايه هيبقى في جمهور والامور هتمشي باذن الله. مهندس هاني ابو ريده رجع المقعد المصري في الاتحاد الافريقي الكاف بعد غياب اكثر من نص قرن، وليه صولات وجولات على الصعيد الدولي، وحد من المسؤولين الكبار جدا عن الكرة، يمكن مش هبقى مبالغ لو قلت على الصعيد الدولي، احد صناع القرار. عندما قرر خوض تجربة رئاسة اتحاد الكرة تعرض لهجمة من الاخوان، وكان موقف حضرتك واضح وصريح انك انت بعدت عن الساحة واثرت الاعتذار ورفضت استكمال المسيرة بارادتك وبرغبتك في ظل ضغوط تعرضت ليها من الاخوان خاصة الوزير العامري فاروق. هل من الممكن ان نرى المهندس هاني ابو ريده في الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة، او متى يقرر المهندس هاني ابو ريده العودة لرئاسة اتحاد الكرة، خاصة وان هذا المقعد يحتاج لشخصية بحجم وامكانيات وقدرات العقلية المهندس هاني ابو ريده؟ والله طبعا كل حاجة يعني بوقتها وبنصيبها، يمكن الظروف لم تسمع خلال السنتين اللي فاتوا، انما ما بلومش على حد يعني، كل واحد بياخد نصيبه. انما حاليا الاتحاد موجود، لازم هيأدي دوره وياخد وقته ويخلص مدته، وبعد ما يخلص مدته يبقى في تفكير اذا كان هناك مجموعه الواحد يقدر يتعامل معها ممكن يتصدى لهذا العمل. انما طبعا هو في يعني انت بتستشير اهلك واصدقائك واصحابك، في الناس مقسومه يعني امسك اتحاد الكوره ولا يعني اسيبه وخلي برضه اي حد من الشباب. لا بس انا مش شايف ان الناس مقسومه، انا شايف الناس كلها عايزه حضرتك تنزل. يعني نسبه كبيره الحقيقه، يعني نسبه كبيره من الزملاء، انما ياسر في وقتها يعني في وقتها، انما كل الوقت الدور اللي اقدر اعمله ان انا ادعم الناس الموجوده ونقف بظهرهم، لانه هم برضه مش عايز يعني اقلل من حجم اللي هم عملوه، لانه هم اداروا مسابقه في ظروف صعبه جدا جدا، وظروف البلد ما فيهاش استقرار. على الله يعني الاستقرار خلال الموسم الجاي يديهم قوه اكتر، وانا الحقيقه في ظهرهم، في ظهر اي حد بيعمل عمل رياضي انا في ظهره واقف معاه. مش شخصيه تأمريه بقى اللي الناس يقعدوا بس، لا بالعكس انا ساندهم جدا جدا، ولما يجي وقته ساعتها نبقى ناخد القرار، واهم حاجه ان البلد يبقى فيها استقرار. وانا عايز اطمنك ان المنتخب هياخد وضعه، يعني احنا مرينا بظروف صعبه جدا جدا، ورغم كده كان لسه في كوره ولسه بنلعب. انا بطمنك المرحله الجايه تبقى كويسه، والفريق ان شاء الله هيأدي بشكل احسن ان شاء الله.